ورجع لي مره ثانيه الدكتور ايمن سلامه، برحب بحضرتك من جديد يا اهلا دكتور ايمن. بسيادتك عمرو بيه، في نقطه بس مهمه يعني اتفضل يا فندم. مفصليه لازم نوضحها للسادات والساده المشاهدين. اتفضل. ان مصر حين وقعت في 23 مارس 2015 مع السودان واثيوبيا وقعت معاهده دوليه نافذه ولكنها اتفاقيه اطاريه عامه يا استاذ عمرو. هذا يعني ان اثيوبيا ومصر والسودان يعلمون علم اليقين أن أي اتفاقية مبدئية إطارية عامة يستتبعها لزاما توقيع اتفاق فني تفصيلي يفسر ويطبق المبادئ العشرة التي وردت في الخرطوم في 23 مارس ويترجمها لقواعد فنية، وهذا هو ما يتم الآن. ولو سمحت لي أضبط المصطلحات، ما يتم الآن بين الدول الثلاثة هي مشاورات فنية يقوم بها وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث. إثيوبيا استغلت أنها دولة المنبع، إثيوبيا استغلت أنها لديها نظرية بائدة بالية بأن السد والإقليمي والنهر الأزرق ملكية كاملة لإثيوبيا، واللي يعني يزيد ويفيض عن الانتفاع الإثيوبي تفكر في منحه للآخرين للأغيار لدول الجوار، وهذا مناف تماما لأي ناموس أو منطق أو قانون أو عقل. نأتي إلى مجلس الأمن. تمام. بكل أمانة وصراحة يا أستاذ عمرو، نعلم أن مصر قامت بما يسمى بالتنبيه بين قوسين الإحاطة يوم أول مايو هذا العام لمجلس الأمن، تحيط مجلس الأمن علما باعتباره أنه هو الجهاز الرئيسي المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين. تحيط به يا أستاذ عمرو مجريات الأمور والملحمة الماراثونية التي لم تبدأ في الخرطوم في 2015 ولكن بدأت في أديس أبابا اعتبارا الملحمة الماراثونية للمفاوضات والمشاورات 2011. منذ إبريل حالة أعلنت إثيوبيا عن بناء أكبر سد في القارة الإفريقية وسابع سدود العالم ضخامة. مجلس الأمن كانت هناك فرص سابقة في أكثر من انسداد للمفاوضات الثلاثية الماراثونية، وكان لزاما ان احنا نتوجه لمجلس الامن، وربما ترددت مصر لان اثيوبيا يعني بتدفع بدفوع ومزاعم وهي وتدفع بها اليوم وامس والغد ان مصر خرجت عن اطار اتفاقية اعلان المبادئ وذهبت الى مجلس الامن. هذه فرية واكذوبة اشرة. لماذا يا استاذ عمرو؟ لان لا تستطيع اي معاهدة دولية بين الدول ان تقيد مكنة واهلية الدول اعضاء الامم المتحدة في الذهاب الى مجلس الامن، وهو الجهاز الوحيد يا استاذ عمرو اللي ابوابه غير مقصدة مفتوحة. تمام. على مدار الأربعة وعشرين ساعة. تمام. نأتي لمسألة جوهرية فنية. السيد سامح شكري وزير الخارجية حين تحدث أنه إحنا بنفكر إلى اللجوء إلى مجلس الأمن، ربما تكون هذه يعني حقوق مصرية، وربما تكون رسالة خطاب رسمي سياسي إلى إثيوبيا التي تتعنت. ولكن الدول حين تذهب لمجلس الأمن وتزعم الدول بأن، لأن مجلس الأمن هو الذي يكيف ويقدر وليس الدول أطراف النزاع، الدول حين تدشن حملة هي حملة سياسية دبلوماسية لمجلس الأمن، فبيكون عندها أوراق معينة ويكون عندها نظريات حسابية ونظريات المعادلات والاحتمالات إن مجلس الأمن هيستجيب أو لا يستجيب، سواء كان تنبيه أو سواء كان إن مصر بتقول لمجلس الأمن على لسان معالي وزير الخارجية أمس إن من شأني عدم التوصل الى الاتفاق على الاتفاق النهائي
الفني التشغيلي للسد من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدولي. يعني إذا كانت جمهورية مصر العربية أو أي طرف في نزاع لديه الحسابات أن مجلس الأمن هيعتبر وهيهتم بهذه المسألة وهيصدر، خلي بس سيادتك بقى يا أستاذ عمرو، إما يصدر توصية غير ملزمة لأطراف النزاع بموجب الباب السادس من ميثاق الأمم المتحدة، أو يصدر مجلس الأمن قرار ملزم إنفاذي قصري جبري للدولة التي هددت السلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من اللي هو استخدام القوة. لا ده كلمة استخدام القوة دي ليه؟ لما مجلس الأمن يستنفذ كل يعني مجلس لا الأمن. لا أنا قصدي اللي هو الباب السابع. الباب السابع اللي فيه صح اللي فيه. يا فندم أنت سيادتك على صواب، ولكن مجلس الأمن لم يحدث في تاريخه صحيح. منذ 1946 إن فيه نزاع أو موقف يهدد السلم والأمن الدولي من الوهلة الأولى استخدم أو رخص للدول باستخدام القوى المسلحة. مسألة استخدام القوى المسلحة دي مسألة في النهاية بعد استنفاذ الوسائل التي ممكن أن تكون أن مجلس الأمن يصدر قرار ضد إثيوبيا زجري جبري بالتوقف عن الملء والتشغيل لحين التوصل لإبرامي اتفاق ثلاثي بين الفرقاء الثلاث. جميل. ولكن معلش يا استاذ عمرو، علشان مجلس الامن يصدر مثل هكذا قرار لابد ان القرار يصدر بموجب الفصل السابع وليس السادس من ميثاق الامم المتحده. طيب جميل جدا، بس سؤال هنا يمكن محوري برضو دكتور ايمن. النزاع حضرتك بتقول اذا راى مجلس الامن ان النزاع قد يهدد الامن والسلم الدوليين. نعم. كيف يمكن أن يقتنع مجلس الأمن بالدفعات التي ستقدمها القاهرة إن قدمتها طبعا بأن هذا النزاع إن لم يحل سلميا فإنه الأمن مهدد؟ مظبوط، سؤال وجيه ويعني مهم جدا. مجلس الأمن بالرغم أن لديه لجان قانونية، تقريبا الخمس اللجان الدائمة تقريبا لمجلس الأمن لجان قانونية، إلا أن القرار الذي يصدر عن مجلس الأمن سواء فصل سادس أو فصل سابع زي ما سيادتك تفضلت الفصل السابع، المسائل التي تهدد تهديد مباشر، أما الفصل السادس النزاعات التي من شأن استمرارها تهديد السلم والأمن الدولي، في النهاية القرار ليس قرارا قانونيا ولا قضائيا ولا قرار سياسي. لماذا؟ مجلس الأمن جهاز تنفيذي أمني سياسي تحركه فقط وبشكل رئيس إن لم يكن حصري مقتضيات السلم والأمن القانونيين وليس القانون الدولي ولا العدالة الدولية. ومن ثم مجلس الأمن وتحديدا الخمسة الكبار الدائمي العضوية لديهم اعتبارات سياسية ولديهم مشاورات بينية، ويمكن عفوا أن دولة تقتحم حدود دولة بالقوة المسلحة ومجلس الأمن لا يجتمع، وإن اجتمع لا يقرر أن هذه النزاع أو الموقف يهدد السلم والأمن الدوليين. مفهوم جدا، بس أنا أرجع لنقطة أخيرة، معلش طولت عليك دكتور أيمن. متى يمكن للمجلس أن يصدر قرار أو يعطي توصية يعني بقاء الحال كما هو عليه زي ما بيقولوا إلى أن تحل الأزمة حلا جذريا، بمعنى أنه يصدر توصية بمنع ملء السد إلى أن تحل المشكلة؟ لا، هي هتبقى قرار يا أستاذ عمرو، قرار مش توصية، قرار بموجب الباب السابع. يعني هذه الفرص عشان نكون أمناء في القول، يعني ليست الفرص يعني بمثل هذه الاحتمالية التي نجعلنا يعني متفائلين أكثر. لماذا؟ لأن لم يحدث بلغة الممارسات الدولية أن في سد اتبنى أو بيتبني أو هيتملي، وإن محكمة العدل الدولية أو هيئة قضائية دولية أو مجلس الأمن أصدر مثل هكذا قرار. مجلس الأمن يا فندم علشان يصدر قرار بموجب الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة بوقف البناء لحين
التوصل للاتفاق التفصيلي النهائي لابد أن يكون لدى مجلس الأمن 15 دولة أعضاء وعلى رأسهم الخمسة الكبار. لا. ودون أي فيتو يا أستاذ عمرو لديه يقين لا يقبل أي شك بأن من شأني التشغيل الانفرادي والملء الانفرادي الإثيوبي لسد النهضة يهدد بشكل مباشر السلم والأمن الدوليين. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على كل هذه التوضيحات.